الخبر هو اللي عدنا على المشكلة اللي صاير بين نورمار واحمد ابو الروب. بالنسبة للاشخاص ما يعرفوا شو اللي صاير بيناتهم، احمد ابو الروب نزل هذا المقطع على قناته باليوتيوب، وبهذا المقطع كان قاعد يستهزئ بيه بجيش الجلادين، واللي صراحة اكبر غلطة ممكن يسويها بالكون. وصراحة حركته فانك تقول عليهم تصرفاتهم زبالة، رغم ان احمد ابو الروب اساسا بالماضي هو كان يجيش الجيوش ويتهجم على احمد محمد وصاهم اكثر من 10000 ديسلايك من متابعينه. شوف هذه اللقطة، هم تعرفوا شو كان يحرض متابعينه على احمد محمد وردوا عليه يوم وبس خلص. حتى الهبت قال وقفوا هجوم على لا لا تكفى لا يوقفون. غير انه وايد يستعمل جيش الهبد جيش اي صح شوف إيه. تعامل الجيش الهبد يلا هجموا يلا ما ادري شنو يلا هذا سوالف يعني ولدنا. فصراحه اللي قاعد اشوفه هو مجرد نفاق ما دام انت قاعد تسوي هذا الشيء ليش قاعد تهجم عليه. وطبعا احط لكم اللقطه اللي هو صار يحكي بها على الجلادين انهم زباله الجلادين هم متابعين نورمار متابعين نورمار يعني ام سوري يعني بس انتوا جوكم زباله. في منهم ميك اب احنا جلادين جايز نفس اشربوا لكم كاسه مش عارف جزر. هاي البنت اسمها آيا مرخ. آيا مرخ هل تعلمي فاكت هل تعلمي ان نور مرخ الحقيقي لا يدري انك انت بدافع عنه وهو مش مهتم؟ اي انت انسانة ما في من تعليقك اي ام فايدة. ايش نور مار اللهم لا حسد ول سوي شعر يا رجل شو هتقول لرشيد رشيد وطني لدين فوق راسك ولاك لا ما في حدا فوق راس حدا كلياتنا ايكوال احنا كلنا بشر زي بعض. انت لما تكون متابع لنور مرخ انت ما بتصير فوق البشريه وتصير ايش عارف ما حد بيركع لك اوكي. فاكت نور مرخ ما بيعرف عنك يا علا مرخ ما بيعرف عنك انت مش موجوده في عالمه هو ما عمره فكر فيك ولا تذكرك ولا بيعرف عنك. دافعتي عنه ما دافعتي عنه ما حيتغير اشي هو ما بيعرف عنك انا مو فاهم. نور مار لاول مره بالسوشيال ميديا تهجم بها على واحد من المشاهير ويحرض عليه. فنور مار نزل على سبب الانستغرام شوت ستوريات وبهذه الستوريات تاكت بها في كتير ناس حكوا اني غلطوا ولا عبرتهم بس انك تحكي على متابعين انهم زبال وتتمسخر عليهم وتحكي على لساني هيك كتير انا ما حوقت ارزخ احد بس الجلادين جهزوا حالكم. فمن واضح ان احمد ابو الروب كان المفروض احترام نور مار من هذا المقطع من بين مليار مقطع اللي نزل نور مار عليه المفروض انه يحذف لهذا المقطع ويحذف اللقطه اللي حكى بها على المتابعين مو مثل بعض الاشخاص اللي جاوبوا بس يهددون ويفشرون انت كلب وتافه بس عم تحذف لهم مقطع. بلاكس نور مار كان محترمه كلش بل هذا يجي على المقطع مال احمد ابو الروب وهوايه ديسلايكات وكل كومنتات عندك قبلت بالانجليزي ومكتوب عليها بامر من جلادنا وجيش الجلادين وتعليقات بالانجليزي وجمدوا للمشاهده على المقطع. فطبعا احمد ابو الروب رد على نور مار بشويه ستوريات. فاحمد ابو الروب نزل على سبب الانستغرام شويه ستوريات وبهذه الستوريات صار يقول بيها انه ما حكى عن نور مار مجرد حكى على المتابعين انهم زباله وتصرفاتهم وما حد رجع هذا الكلام. وبنفس الوقت صار يقول انه انا ما جايش متابعين عليك ما راح اهجم متابعين عليك راح اتركك تسوي مثل ما تريد انت. يس يا جماعه الفيديو الاخير تبعي عمل ضجة الجلادين كثير زعلوا مش قادرين يتحملوا فحتى الملك المكافح شخصيا رئيسهم نور مرخ نزل بيان رسمي عنده انه هسا بده انه يعني انه بده يهاجمني وبده يخلي متابعينه انه يعملوا لي ابلاغ او شيء هيك فهمت انه انا حكيت عن متابعينه زباله. ديسكليمر انا ما حكيت عن متابعينك زباله انا حكيت انه تصرفات متابعينك زباله وما بتراجع عن كلامي تصرفاتهم زباله لانهم قاعدين بيسبوا علي انا بيطلع لي احكي عن تصرفات زباله وقاعدين بيسبوا علي انا ما سبيت احد فهسه الفكره انه حيحاول يعمل إشي هو جيش الجلادين وبس حاب احكي لك شغله يعني انت تكون بصوره نور مرخ العظيم الملك المكافح انا ما راح اوظف جيش الابروبيون جيش الابروبيون ما حيعملوا إشي ضدك يعني هم حيكونوا قاعدين زيهم احنا ما حنعمل ولا اشي فانت شوف انت شو بدك تعمل والله يوفقك كله بدك تحذف قناتي عادي انا حاعمل قناة ثانية يعني لا تخاف يعني انت شو ما تعمل انا ما حتفرق معي. فاكتبوا احباب بالكومنتات هتشوفون احمد ابو الروب قاعد يستعطف صراحة بالنسبة لي انا هذا الشيء صار وياي صراحة راح اسوي اقوى من اللي سواه نور مار اذا واحد حكى على متابعيني لانهم بالنهاية متابعين انت غلط تحكي عليهم انت ما دخلك بيهم ما ادري صراحة اكتبوا احباب بالكومنتات تشوفون حق ويا نور مار او يا احمد ابو الروب وبس والله صارت المقطعات من مقطع جوكم كان لكم فيد زي ما قالت في القصص ومع السلامة.